مرحبا، يعطيكم العافية. أكيد تعبناكم وكلش هواي طولنا عليكم، فإحنا اليوم محاضرتنا كلش لطيفة. رح نسولف عن السيكاستيلا كريم ودوره بالسكين ريبيرينج بما يخص من شركة موستيلا الفرنسية. نكست. النقاط الأساسية اللي رح نحكي بيها السيكاستيلا إنديكيشن، السكين هيلينج بروسيس، الأكتيف إنجريدينت والمانجمنت والكلينيكال ستاديز اللي عندنا. نكست. طبعا احنا كلنا نعرف انه شركه موستيلا هي الشركه معنيه بمنتجات العنايه الخاصه بالاطفال والام، واللي احنا حابين اليوم نعززه انه هاي الشركه هي لكل العائله وليس للاطفال فقط. فحابين نركز على الموست كومن كوزز اوف سكين اريتيشن بالنسبه للادلت فيميلز. طبعا كنا نعرف انه احنا بعد الليزر تريتمنت او البيلينج تريتمنت راح نحتاج برودكت كريمي خفيف ينطيني ابزوربشن عالي ويسوي لي سكن ريبيرنج للبارير مالته حتى يقلل من الاريتيشن، يقلل من السكار فورميشن، ويخلي الهيلينج مالتنا اسرع، فيقلل الداون تايم للفيميل بيشنت. فطبعا عندنا تو تايبس احنا حابين نحكي عليهم، اللي هو الليزر او البيلينج، وهذا اللي يكون بالكلينيك، او اذا هي فيميل دا تستخدم ديرماسيوتكس برودكتس. اغلبنا يعرف احنا كلنا نحب نجرب سواء فيتامين سي، ريتينولز، هايلورونيك اسيدز، كلها مواد فعاله، كلها مواد احنا نستفاد منها. بس المشكله وين؟ الميكسينج ما بين البرودكتس ممكن يسبب لي اريتيشن للبشره. ليش؟ اذا انا استخدمت الفيتامين سي ويا ريتينولز، فاني دا استخدم تو تايبس من الاسيدز اللي هي اوريدي دا تجفف البشره، وهذا الشيء راح يقلل من الالاستيسيتي، راح يقلل من الهايدريشن مال البشره. فلازم احنا ننبه انه احنا من نستخدم نفس الروتين تو برودكتس بيهم بيلينج افكت، لازم ننطي شيء يرجع ريستورينج السكين بارير اكتيفيتي. او اذا احد بشرته دهنيه وده يستخدم بزياده برودكتس بيها هيدروكسي اسيدز. نيكست. هاي كانت فيما يخص الادلتس. فيما يخص البيبيز، طبعا الاطفال هم اكثر ناس عرضه للاريتيشن. سبب الاريتيشن قد يكون كيميكال، ميكانيكال او فيزيكال. الكيميكال فاكتورز اللي تسبب لي اريتيشن، استخدمنا برودكتس غلط، استخدمنا برودكتس صابونة عادية مثلا، كنا نستخدم نفس الصابون نفس الغسول للأطفال، فطبعا هذا الشيء كلش غلط، كل شيء يسبب لي سكن اريتيشن. سلايفيشن، تعرفون الأطفال كلش يحبون يمصون أصابعهم، أو عندنا السكن عند الرقبة بعد السلايفيشن ممكن تظل بواقي من الحليب، بواقي من السلايفا، هاي كلها تسبب لي سكن اريتيشن. أو الاكسترنال كيميكال الاكسترنال فاكتورز، الحر، كلش حر، دخلنا البيت كلش برد، هذا كله يأثر على بشرة الأطفال. نيكست. طبعا هنا احنا دا نلخص نفسهم الكيميكال الفيزيكال. باستخدام السيكاستيلا كله رح ينطيني نفس الهيلينج بروسيس مالتنا. اوكي، هنا عندنا الموست كومن سايتس مال اريتيشن عند البيبيز. طبعا عندنا اراوند ذا ماوث، اول اوفر ذا بودي، في حال اني كان عندي طفل صار بيه تشيكن بوكس او انسكت بايت، الدايبر راش. طبعا كل الماميز يعرفون الدايبر راش ايش قد صعب وايش قد مؤلم للاطفال. السكراتشز من الطفل يبدي يحبو، واحنا حابين نضيف انه الفيميل الادلت اللي دا تسوي بيلينج او دا تستخدم برودكتس دا تجفف بشرتها بزياده، كلها راح تتبع نفس الميكانيزم اوف اكشن مال سيكاستيلا اللي هو نيكست. اول شغله من يصير عندي جرح مثل ما احنا شايفين، راح يصير عندي سيل اجريجيشن، راح تتجمع الخلايا عند مكان الجرح. ايش راح تسوي لي؟ كليننج وود، وتسوي جنريشن لنيو تيشيو. نمبر 2، البايو اكتيف مولكيولز اللي هم الجي اف والسايتوكاينيز، هاي راح تهيئ الانفايرمنت حتى الجرح يصير يطيب بسرعه ويقلل ان هو ما يترك اثر. 3 اللي هي الماتريكس سيل. الماتريكس سيل كلش تهمني. ليش؟ لان اني احتاج من الجرح يبدي يطيب، انا ايش اريد اقلل؟ اريد اقلل السكار مال البرودكت حتى من يروح ما يترك لي اثر على البشره.
فالماتريكس هي اللي تهمني. نيكست. فإذا أجرح أقول إنه أنا صار عندي جرح، أول خطوة راح تكون عندي شنو هي؟ الهيموستاسيس اللي هي جري بليتليت أجريجيشن، راح تتجمع الخلايا حتى تقفل الجرح اللي صار. نمبر 2 الانفلاميشن، هذا اللي يصير بالووند برايمنت. ووند برايمنت يعني شنو؟ اريد اوقف اني الجرح اللي صار ده، تتجمع الخلايا حتى تقفل انه الموضوع ما يصير أسوأ. 3 سيل ريكروتمنت اللي هي شنو راح تصير عندي؟ راح تجي المايكروفيج، راح تيجي البيتا سيلز النيوتروفيلز حتى تحد اذا اني عندي اي انفلاميشن. نيكست. 3 proliferation. هنا شنو راح تصير؟ راح تصير عملية سرعة وتجديد للخلايا حتى تبني جلد جديد، اللي هي آخر شيء بالريمودلينج. احنا بالتطبيقات التجميلية ليش تهمنا عملية الريمودلينج؟ الريمودلينج اللي راح تتحول به الفايبروبلاست إلى مايوبلاست. طب ما تحولت، ظلت فايبروبلاست، وين المشكلة؟ أحد عنده فكرة؟ أغششكم آني؟ في حال ظلت فايبروبلاست راح تسوي لي سكار اللي احنا كلها نريدها. فاذا اذا انا عندي جرح، عندي عمليه، دا اسوي ليزر، انضربت بالباب، بكيفكم بعد؟ من استخدم السيكاستيلا اكوردنج الهيلينج سكيم مالتي راح نوصل بالنهايه هو دا يحول لي الفايبروبلاست الى مايوبلاست، فراح تقلل من عمليه السكار فورميشن. نيكست. الاكتف انجريدينت اللي موجوده عندنا اللي تو سبورت الهيلينج بروسيس مالتنا اللي راح تسرعها، اول شيء انه احنا عندنا المستخلص مال الافوكادو بلس الهايلورونيك اسيد البانثينول والكوبر والزنك. سوري، الهايلورونيك اسيد يسرعني من عمليه الريبير، البانثينول ده ينطيني هايدريشن، الكوبر والزنك يقلل من البكتيريال جروث ويحسن من البروفريشن مال السيلز حتى ينطيني عمليه هيلينج اسرع. نيكست. زين، اذا نريد نحكي عن الافوكادو، فالافوكادو اول شغله راح يسويها راح يحسن لي من السكن بارير. فايش راح يسوي؟ راح يزود لي نسبه السيرامايدز، احنا نعرفها هي كلش اساسيه لبناء الخلايا مال السكن، فيرفعها بنسبه 32%. نمبر 2 راح يزود لي الهايلورونيك اسيد بنسبه 47%. طيب انا قلت هو بي هايلورونيك اسيد، بس نو، اللي مقصود به هنا الافوكادو نفسه ده يحفز من الهايلورونيك اسيد اللي هو موجود بالجلد بلس انه هو بي هايلورونيك اسيد. ف ام جيتينج تو تايبس اوف هايلورونيك اسيد منه. نمبر 3 بروتكت ذا سكين عن طريق انه هو ده يحفز الستيم سيلز اللي عندنا. نيكست. راح نقول هنا أهمية الهايلورونيك أسيد اللي إحنا ناخذه من تو سورس، اللي هو من البرودكت نفسه ومن إن هو دا يفرز دا يحسن من الإندوجينوس هايلورونيك أسيد اللي عندنا. إيش راح يسوي لي؟ راح يسرع من البروليفريشن والمايجريشن مال السيلز توورد الووند حتى يسرع العملية مالته إن هو يطيب بسرعة. نيكست. طبعا هنا إحنا عندنا كلينيكال ستادي، أول جروب هاي الكنترول، دول صار عندهم جرح بس احنا ما انطيناهم شيء. الجروب الثاني هم اللي استخدموا السيكاستيلا وتحديدا احنا دن تارجت الهايلورونيك اسيد اللي بيها. فوذين 24 اورز راح نلاحظ انه الخلايا زادت عن الكنترول، وذين 48 اورز تحولت زودت نسبه الفايبروبلاست اللي هي يعني اللي تحولت من المايوبلاست فحتى تقفل لي الجرح وتقلل من السكار وتزود عملية السكن ريبير مالتي. نيكست. آخر شيء احنا قلنا البانثينول أهميته شنو؟ ينطيني ريليف للديسكومفورت سريع وقت، يعني هو أول برودكت راح يحسن من شعور الإتشنس الحكة الديسكومفورت هو البانثينول. والكوبر والزنك هذول الاثنين هم يحافظون على السكن بارير مالتنا ويقللون من البكتيريال فورميشن. نيكست. نيكست. اللي يحب نركز عليه مو بس بالسيكاستيلا، موستيلا عامة وكلها هي 91% ناتشرال، 2 فريجرنس، بارابن، فينوكسيفيثينول، كلها فري احنا ما عندنا، وهي للعائلة ككل، أطفال، ماميز، لكل العائلة، ماشي، وكلها عندها سيفتي ستاديز جدا عالية، لأن احنا مثل ما قلنا احنا ناتشرال برودكت. نيكست.
طب صار عندي inflammation، شنو أقدر أقول له؟ help yourself حتى تحصل result أسرع. number one keep clean and dry. دائما مثلا إحنا أصحاب الأكزيما شو نقولهم؟ please خلوا المكان ناشف، لا تستخدمون البيبي باودر لأن يسبب irritation بزيادة، لا نستخدم الأشياء اللي بيها latex. فإحنا شو نقوله؟ number one خليه dry and clean. avoid exposure to triggers. كنا نعرف إنه الأكزيما ممكن تزيد ويا الأكس، يعني كلش برد أو كلش حر، هذولا ممكن يزودوا لي الأبيسود مع الأكزيما. number three limit the risk factor أو limit the inflammation. طب صار عندنا diaper rash، أريد أقلل من الإنفلاميشن، سوت ليزر تريتمنت، أريد أسرع عملية البروسس مالتي وأقلل من الإنفلاميشن اللي ممكن يصير سواء بالليزر أو بالبيلينج أو بالمايكرو نيدلينج. نمبر 3 المويسترايزر للدراي سكن، طبيعي ما احنا عندنا انفلاميشن صاير. واخيرا اكتيفيت سكن ريبير عن طريق انه احنا راح نستخدم السيكاستيلا كريم. نيكست، اللي يميز كريم السيكاستيلا التكستشر مالته، احنا تكستشر كلش كلش خفيف، فاذا هي اويلي سكن، دراي سكن، اكني برون سكن وده تستخدم تريتمنت ده تسبب لها جفاف للبشره، احنا شو راح نقولها؟ نو، الكريم مالتنا جدا ملمسه خفيف، امتصاصه جدا عالي، ما راح يسبب لك اكسترا اريتيشن، ما راح يسبب لك اكسترا حبوب، فتقدرين تستخدميه بكل امان. نيكست، سوينا، هي مو ستدي، خلينا بس نكون واضحين، هي كلينيكال ريفيو. اتفق جبنا 50-75 females، 25 منهم كانوا يسوون ليزر، 20 يسوون peeling whether in clinic أو in home باستخدام dermacosmetics product، 20 كانوا هم dry irritated skin، وعندنا 10 control، دول كل شيء ما استخدموا. إذا ال 65 اللي فاتوا دول إحنا انطيناهم product السيكاستيلا وظلينا نتابع وياهم لنشوف الإفكت مالته. الهيلينج مالته، البروسيس مال هيلينج لاحظنا بها زياده 100%. الساتسفاكشن ايش قد هم كانوا راضين عن البرودكت كانت 97%. الدراينس تحسن، الروزيشيا او الاحمرار او الاريتيشن اللي صاير تحسن عندنا، ماشي. سوذنج اكشن، احنا قلنا ببانثينول فايفكتيفلي واميديتلي راسا راح ينطيني سوذنج اكشن. نيكست، طبعا هذا الشارت مالتنا. نيكست، وسوينا ستدي لا تكنيكلي هاي موستيلا they provided us with this study، سووها على 60 طفل under medical supervision، عندهم ويا الأطباء ويا الماميز كانوا يتابعون. لاحظوا إنه برضو الهيلينج كان عندنا 100%، الردنس تحسن، الدراينس تحسن، وبنفس الوقت شنو صار عندنا؟ صار عندنا soothing action، كلش صار سريع. next، هاي chart مالتنا. next، Thank you so much. شكرا جزيلا لكم، تعبتكم.